بداية بغيت نشكر الرواد ديال المواقع الاجتماعية، وبغيت نصحح بعض بعض الكلمات اللي جات في المداخلة ديالي في السؤال الشفوي اللي كان موجه للسيد رئيس الحكومة، وباش ما يتمش تحريف ديال بعض الكلمات اللي قلتهم أثناء المساءلة اللي كانت موجهة للسيد رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة فتح تحقيق في بعض التدوينات أو بعض البلاغات أو البيانات اللي كانت لتدرج واللي في الحقيقة ما يمكناش نسمحوا بها، اللي تدمس بالوحدة الوطنية ديالنا، لأن احنا كنا وطنيين المغاربة كلهم بدون استثناء، ولكن البعض اللي شفناهم خرجوا علانية ضد القرارات الكبرى والمصيرية ديال الوحدة الوطنية، منهم البلاغ اللي كان بلاغ يعني غير معقول وغير بلاغ يعني غير مسؤول ديال واحد الجمعية ديال التوحيد، اللي احنا تنعرفوا كنا كمغاربة هاد الجمعية فين كاينة ولمن تابعها، والنصف او اكثر من نصف اللي هو متواجد في الحزب الحاكم، ودايره بلاغ يعني ناري اللي في الحقيقه كاين واحد الازدواجيه، واللي كان الكلام ولكن ولو انه كان يعني كلام مشفر كان موجه لرئيس الحكومه، لان هذه الجمعيه هي جزء من الحزب الحاكم، وهي يعني اللي المحرك اللي بغينا نقولوا الرئيسي داخل الحزب الحاكم. كذلك كان موجه في الدرجة الأولى للوزير في الحكومة ديال جلالة الملك، ويتناقض مع القرارات اللي خداهم جلالة الملك واللي خداتهم الدولة المغربية. أكثر من هذا يعني تكلم وصرح في قناة أجنبية اللي هي معادية للوحدة الوطنية والوطن، وحنا تنعرفوها واحد الجهة اللي تقوم بالتجسس على 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 الوطن، وهذا وزير مسؤول تقام هذا العمل، ما يمكنناش يعني ما نطلبوش فتح تحقيق. كذلك واحد السيده اللي تنعرفوها انفصاليه، واللي عندها الباسبور وعندها لاكارت وتتصل في المطارات وتمشي ودير ندوات يعني بواحد سميتو، هي احنا مع 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 حقوق الانسان متفقين، مع حريه التعبير متفقين، ولكن ما كاين واحد الفئه اللي هي مسؤوله ومسؤولة على القرارات اللي تتخذ في البلاد، باش تكون تدير رجل هنا ورجل هنا، يعني احنا كمغاربة كاملين ما يمكنناش نسمحوا بهذا الشيء. أما باقي التدوينات أو باقي النشطاء، ما يمكنش نتكلم أنا كبرلماني على واحد النشط أو واحد الكاتب ديال التدوينة في موقع من المواقع. غادي نتكلموا على الناس اللي هما مسؤولين، راه مازال تنتكلموا على اللي عنده رجل هنا ورجل هنا، راه عنده جوج باسبورات، راه اللي ما عندش هذاك البسطاء وهذاك المدونين اللي تتكلموا بحكم يعني بالغيره ديالهم. ولهذا الكلام ديالي موجه يعني الحزب العداله والتنميه، موجه للتوحيد والاصلاح، موجه الوزير في الحكومه اللي مسؤول هو يلعب دوب الكاسكيت، كذلك موجه الأمينة وحيدار. هادو أربعة ديال الرسائل موجهين يعني برسالة محددة لهاد سميتو. والطلب ديال فتح التحقيق، أنا مازال مصمم على طلب، تنطلب من الجهات المعنية فتح التحقيق، لأن هاد الناس تيعيشوا في خيرة البلاد ومسؤولين في البلاد وتيقروا في البلاد، ولكنما ملي تنوصلوا للوحدة الوطنية ولقاو فيها هاد الازدواجية ولا هاد يعني التعامل بهالطريقة، ما يمكنناش نسمحوا بها. ولهذا انا اعتذر للرواد ديال المواقع الاجتماعية، وكذلك بغيت نتواصل معكم ونوضح لكم يعني بوجه مكشوف، وجها لوجه، بان الكلام ديالي ما كانش موجه يعني للرواد او للنشطاء في المواقع الاجتماعية، كان موجه بالضبط وحصرا لهاد الاسماء اللي تكلمت عليهم واللي شرط لهم. ومرة اخرى شكرا واعتذر.
ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.